مع الارتفاع في درجات الحرارة خلال أيام العيد الأضحى المبارك، يفضل الكثيرون بعد أداء شعيرة النحر وخلال الفترة المسائية التوجه للبحر للسباحة والاستجمام، وهو الأمر الذي وقفنا عليه بشاطئ ترقة. رانا ذبحنا إن شاء الله وكل أمة إسلام بنتمنى لهم إن شاء الله عيد مبارك، والعشية رانا جينا هنا شاطئ ترقة أنا مع لافامي، جينا مع لافامي هنايا، وان شاء الله نتمنى قال الامه الاسلاميه تعاد علينا هذا العيد ان شاء الله العام الجاي بالصحه والهنا ان شاء الله. جو مشمس، شباب بزاف، شويه حار، ذبحنا الاضحيه تاعنا، كلينا شويه، وهودنا نتمشوا هنايا في شاطئ تيرغا، نهودوا ريحنا نبحروا. انا الحمد لله الناس راه تتوافد ورانا ساهرين على حراسه تاعهم، كما راكم تشوفوا مارغري العيد ومارغري الناس راهم عايده وكاع، وحنا رانا ساهرين على الحراسه تاعهم. هذا بينا نحن تسمعوا الأوامر تاعنا والنصائح تاعنا، شكون خافوا عليكم ما بغوش عليكم، ماذا بينا تجوا تبحروا وتولوا لدياركم سالمين غالمين. وحيد مصري قضى رفقة زوجته الجزائرية وعائلته عيد الأضحى المبارك بالجزائر، أين فضل أن تكون وجهتهم خلال الفترة المسائية شاطئ البحر، وللأطفال جو خاص بالشاطئ خلال العيد. أنا مصري مقيم في السعودية، وجيت هنا بلدي الثاني الجزائر الشقيقة، وعشان نعيد ونغير جو. بصراحة الجو هنا جميل جدا، وأجواء العيد جميلة، والعادات والتقاليد ما زالت الجزائر محتفظة بيها، وبصراحة أنا وأسرتي فرحانين كتير جدا. يعني عندي سنوات ما نزلتش الجزائر باش للعيد يعني، وقررت السنة هذه باش ننزلوا أسرة كاملة إن شاء الله باش نعيدوا في الجزائر، والصراحة الزوج والبنات فرحانين جدا. ولكل وجهته خلال العيد، والكثيرون يفضلون الشواطئ كوجهة تتزامن وانطلاق موسم الاصطياف.